ايه؟ بتقولي ايه؟ زي ما سمعت كده يا سبعي، ولا انت ايه؟ البرشام خلاك خلاص اتنجيت زي ما لحس لك حاجات تانية. انا مش مصدق مراتي اشجان قدامي وبتقول الكلام ده. لا صدق يا روحي، وبقولها لك للمرة المليون، طلقني ولا تحب اغنيها لك؟ طلقني طلقني طلقني، سمعت ولا سمعك كمان؟ كل ده يعني عشان ما بشتغلش؟ بكره خف وانزل اشتغل واكسب اكتر من الاول. يخرب بيتك، ضحكتني يا راجل وانا جايه اتطلق. ويا ترى بقى الفلوس اللي انت هتجيبها دي يا معدول، هتصرفها على البيت ولا هتصرفها على نفوخك؟ معلش يا اشجان، اوعدك اني هبطل البرشام، بس عشان خاطري ما تسيبنيش، ده انا بحبك. ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان فيه وخلص، كليت القطة، بعدين اخد منك انت وقت؟ ما تقوم تمطر حالك كده وتبص بصة في المراية، شوف منظرك عامل ازاي وانا عاملة ازاي. انا مش عارف ايه اللي غيرك فجأة كده. لا مش فجأة يا سيدي الرجالة، ده من زمان، علشان انا ياما شلت وسكت وكتمت ولساني اتدلدل. انا خلاص خلصت، انا عايزه اخلف. ايوه، ما انا رحت للدكتور واداني علاج امشي عليه، وهنعمل تحاليل تاني، وصدقيني العلاج هيجيب نتيجه والتحليل هيجي منها فايده. تحاليل؟ شلها تحاليل عالتحاليل، موت يا حمار. اذا كان يا موكوس ما حصلش قبل كده، هيحصل دلوقتي؟ بقولك ايه، لخص الموضوع ده وهات نهايته، طلعني بالسكات يا ابن الناس، بدل ورحمة أمي اللي خليك تتزف في الحارة دي بسجاط. أنا بكبر ومش هستنى العمر قدامي يعدي كده وهو بيطلع لي لساني، ولو ما خلفتش دلوقتي أنا مش هعرف أخلف بعدين، وأنا مش هستناك، وطلقني بالسكات أحسن لك. كده برضو يا أشجان تهون عليك العشرة؟ دي العشرة ما تهونش برضو. لا تهون، عشان كانت عشرة منيلة ومعفنة ومهببة. أفتكر لك إيه يا بصلة وأنت كل قطمة فيكي بدمعة؟ بقول لك يا راجل، انت خلص في الموضوع ده احسن لك واحسن لي، خليني ماشي اصيله للاخر. هتطلق امتى؟ ما ترد. عيب عليك، ما انت مجربني وانا عمري بعت لك حاجه اي كلام، ما كل اللي ببعته لك ياف. يا سيدي اسمها خوخ. ماشي اتفق، خلاص هظبط واكلمك. تمام، حاضر. عينيا، ده انت تقمر. يلا السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. ايه يا بت ده؟ في ايه؟ ايه اللي بتعمليه في الرجالة اللي ببعتك ليهم ده؟ انا يا خالتي؟ لا امي يا خالتي. مش ممكن، الراجل الحاج مصلحي بتاع الالماظ يقول لي دي حتة الماظة خام يافت، والحاج عويس بتاع العريش يقول لي دي خوخه عرايشي اصليه. في ايه يا بت؟ في ايه؟ خف على الرجاله اللي ببعتك ليهم يا منيله. وانا ببقى عارفه الاقيها منين ولا منين؟ ده انا ببقى موجوعه قوي من الرفح، مش شايفه قدامي. معلش، بكره تتعودي. ها هتعرفي تنزلي لوحدك ولا ايه؟ لا انا هنزله لوحدي، انا هروح احاول. طب يلا روح احاول. وريني، متأخريش. يلا يا بت. فردي وشك، مش كل حد اخدك معاه تبقى كارت في وشك كده. يا اهلا وسهلا. هنا لقيتك ايه؟ هنا يا حجانة. هنا. ازيك يا شيخ مطاوع؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله مصر منوره. خوخ العروس. يا مساء الجمال. مساء الخير. اهلا اهلا. بص بقى يا شيخ مطاوع، انا يعني مش عايزه اقول لك، الاستاذ صبحي المحامي بتاعي خلص لك اهي عقود الجواز، حتى الشهود ماضيين، انت بقى بايدك الكريمه تمضي لي العقدين وبعتهم وقت ما انت عايز يا اخويا. واو، وهي يا حجة، هي رسم الفلوس،
اصرفيهم وقت ما انت عايزة. تسلم ايدك يا اخويا من يد ما نعدمهاش. وانت يا جميلة الجميلات، انا بعطيكي قلبي بس حافظ عليه، اوعك تصرفيه. ها والنبي عسل عسل. لا بقى الموضوع بقى فيه قلوب بقى ومشاعر وكده. لا ده انا لو قعدت كده هبقى زي العزو، ولا استاذن انا بقى واسيبكم ماما. يا حجه ما نتغدى مع بعض؟ معلش والله كان بودي. انت ابو الكرم كله، شوفي مش قلت لك ابو الكرم كله؟ بس انا معلش صايمه النهارده، النهارده الخميس يا اخوي، ويا دوبك بقى الحق صلاه العصر كمان. يلا سيبكم بقى تتهنوا مع بعض. مش هوصيك عليها، خوخه دي بنتي، هتقول لي دي هديه وهدي تانية يا حاجه، ادب واخلاق وعسل عسل. مش هقول مش هوصيكي على الشيخ مطوع، انا قايله لك عليه ايه ده يعني سيد الرجال. يلا استاذن انا بقى. اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. انت بقى يا اخوخ يا فاكهتي، بتحبي تاكلي ايه؟ اللي تحبه اللي تشوفه. تفضلي تفضلي. يا الله ما شاء الله. خوخ كلي بالطريقه اللي تعرفيها. انا بعرف بس مش عارفه، متوتره النهارده كده عشان ايه؟ مش عارفه. خوخه كلي براحتك. بصي بصي. بس الناس هتبص عليك. يسمع كلام الناس عمره ما يستمتع، وانا جايبك هنا عشان تستمتعي. دفعت فلوس كتير، ولو دفعت فلوس اكتر ممكن يخلوكي تاكلي رجليك. والله دمك خفيف مع ان يعني سنك. انت عارفه يا خوخه، من ساعه ما قعدنا مع بعض عمرك ما قلتي جمله لغايه الاخر. كملي. سني. أنا والله ما أقصد. وأنا أرجل من سني. أنا بحب كل حاجة جميلة في الحياة، حتى سني. بس الحياة دي ما تستاهلش إن حد يزعل فيها. والله كلامك جميل يا شيخ مطاوع. وأنت إزاي بقى بتتكلم مصري كويس كده؟ أقول لك، أنا درست هنا في جامعة القاهرة، وقضيت معظم حياتي في مصر. تعرف يا أخوخة، أنا اخترتك أنت ليه بالذات؟ من ضمن الصور اللي بعتها لي الحاجة تقى. والله كنت عايزة أسألك السؤال ده. أقول لك، زمان أنا كنت بحب بنت الخالق الناطق أنت. وإيه رفضتك هي إيه؟ المفروض يعني أنت مستريح ومعاك فلوس محدش يرفضك أبدا. والله ما اقصد، انا مش عارفه مالي النهارده، مش عارفه اتجننت ولا بقول اي كلام ولا ايه. والله لا لا لا، والله انا اسف. لا 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 اسف. انت عارفه يا اخوخه اللي بيعجبني فيكي تلقائيتك، وعاوزك توعديني واحد، ان اي حاجه بتدور في دماغك تقوليها على طول من غير ما تتكسفي. صعب صعب ان حد يلاقي حد اللي في قلبه على لسانه زيك. يعني عمرك ما هتزعل مني؟ يعني ده لو قعدنا يعني متجوزين اسبوعين على بعض. ايوه كده، انا عاوز اللي في دماغك على طول تقولي. قولي بقى، والبنت اللي شبهي دي رفضتك ولا ايه؟ هقولك،